حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد في رحاب سوريا هذه الحرة التي تعيش في وجدان أبنائها ولا تنفصل عنهم، حملوها في حقائبهم في حقائب قلوبهم ورثوها لأبنائهم أحياء، وقالوا لهم إن لنا هناك حياة تنتظرنا ولا تنازل عنها ولا تراجع، سنعود يوما حتى يزهر الليمون وحتى يعرف الريحان أهله المشتاقين إلى تنفح الحرية. مشاهدينا اسمحوا لي أن أرحب هنا بالأصالة عن نفسي وبنيابتي عنكم بالشاعر السوري السيد محمد سامي العمر. أهلا وسهلا بك، وحللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم وبهذه القناة الرائعة والمعروفة. أشكرك أستاذ محمد، هذا طبعا واجبنا، استضافة الرائعين من المبدعين، يعني رسل الكلمة والمحبة والسلام والإنسانية. أين الإنسانية اليوم باعتقادك؟ يا سيدي، الإنسانية اليوم تعيش بامتداد تراجعي. الله. الإنسانية اليوم تؤد، الإنسانية اليوم تموت أمام أعين البشرية. نعم. الإنسانية اليوم تموت في سوريا أمام أنظار الجميع. كيف يمكن لنا أن نسترد إنسانيتنا أو على الأقل ما تبقى منها؟ دور الشعراء هنا سيد محمد، ما هي مهمتهم؟ دور الشعراء هو استنهاض الهمم واستنهاض الضمائر، إيصال الرسالة إلى أهلها، إيصال الرسالة إلى الإنسانية. نحن البشر لدينا حوارا آخر، حوار الكلمة، حيث قال تعالى وعلمنا آدم الأسماء كلها، ومن هنا يجب على الكلمة أن تكون هي الرسالة، وهي التي تصنع المستقبل وتصنع الإنسان وتصنع الإنسانية. وأنت المتغرب قصرا عن إدلب التي تحب إدلب، عروس سوريا، سوريا التي لا تقبل القسمة على غير أهلها، وأنت المتغرب قصرا، كيف مر عليك العيد شاعرنا محمد سامي العمر؟ تفضل. العيد مالح في حياتنا، العيد جارح لنا، العيد جاء إلينا فجأة، والدموع كانت في أعين اليتامى والأيامى. هل فرض نفسه عليك شعرا؟ أجل، أسمعنا ما فرضه عليك الشعر في عيدك الأخير الذي عشته قبل أيام، تفضل. أقول للعيد وللبشرية وللناس، تفضل. يا أيها الناس عيد حل في داري، فأيقظ الألم الغافي بأشعاري، حتى شرأبت إلى العلياء قافيتي، ثم انبرت حمما من وهج أفكاري، وأمطرت فوق بيداء الدجى أملا، عسى السنابل تنمو بعد أمطاري، وأشعلت من لهيب الشعر شمعتها، عسى لعل تنير الدرب للساري. يا أيها العيد، يا أيها العيد مهلا، إن لي وطنا دماء أهلي به تجري كأنهاري، كأنني بهشام اليوم يسألني، كأنني بهشام اليوم يسألني عن غوطة الشام، عن أهلي وعن جاري، عن قبة المسجد المحزون، عن ألمي، عن الطفولة شابت دون أعماري، وعن أزقة حاراتي
وعن مدن كسرى يصول بها في حضن سمسار. يا الله. العيد أقبل والأحزان تجمعنا، وأمتي حالها يشوى على النار، كأنها من بحور الوهن قد شربت، أو أنها ريشة في كف إعصاري، أو أنها زورق وسط المحيط، أو أنها زورق وسط المحيط وقد ضلت بها سبل من دون بحار. هذه فلسطين يا قومي قد اغتصبت، 70 عاما أرى الأغراب في داري، 70 عاما خيول العرب ما سرجت، حتى إذا سرجت تاهت بمضماري. كأنني بصلاح الدين يسألني عن أرض حطين، عن قوم وآثاري، عن الجيوش التي في أرضها كتبت ملاحما بحروف النور والنار، وعن صهيل خيول النصر إذ عزفت ألحان مجد لنا من دون أوتار، وعن حوافرها في الأرض قد رسمت درب العلا وطريق النصر والغار. عيد بأية حال عدت، هل قرأت عيناك ما حل في أرضي وأزهاري؟ هذه البساتين في بغداد قد درست، وجدول الدم في ساحاتها جاري. يا ويحهم هتكوا عرض العراق على شط الحضارات إرضاء لأوطاري، ومجلس الأمن للأقوى بساحته، شريعة الغاب فيها 1000 معيار. كأنني بالرشيد اليوم يسألني هل يا ترى صح ما جاءوا بأخباري؟ هل في العراق سعير النار يحرق ما فوق البسيطة من حرث وأشجار؟ يا الله. هل أن بغداد في زنزانة حبست جراء حرب أتت من دون أعذار؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لهارون الرشيد؟ ماذا أقول لهارون الرشيد ولا أرى جواباً لما في حالنا جاري؟ ماذا أقول فشعري ليس يسعفني، حتى القوافي بدت لي خلف أسواري. لابد يوماً تعود القدس شامخة وتنجلي عن ربانا ظلمة العار، وتستعيد ربا بغداد بسمتها، وتستعيد ربا بغداد بسمتها، يزال من مقلتيها رجس عواري. فالشام تجلس فوق العرش لابسة ثوبا من المجد مزروعا بأقماري. فالشمس تشرق بعد الليل زاهية، والليل يدحر مهزوما بأنواري. والليل يدحر مهزوما بأنواري، كيف لنا أن نسترجع هذا النور، وكيف لليل أن يهزم سيد محمد؟ الليل والظلماء تهزم عندما تكون الضمائر نقية، عندما نعيد هذه العلاقات، هذه الحبال التي كانت في قدم التاريخ تربط العرب وتربط، كانت مترابطة متصلة، اليوم تراها مهترئة متآكلة متناحرة، أليس كذلك؟ للأسف اليوم ننظر إلى الواقع العربي، إلى هذه القلوب وهذه الحبال التي كانت موصولة، نعم. قد تقطعت
واهترأت، لكن هناك أمل، هناك أمل في هذه الأمة. هذه الأمة ولادة، ولادة لأن تعود من جديد وتنتفض من تحت الرماد بإذن الله. سنستمع إلى المزيد من قصائدك شاعر محمد سامي العمر من سوريا، ولكن قبل أن نستمع إلى جديدك الذي أحضرته إلينا في هذه الحلقة، دعنا نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون إلى استراحة شعرية، من خلالها نستمع إلى قصيدة صوتا وصورة إلى شاعر معروف. ما رأيك أن نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدون إلى هناك؟ فلنذهب معا. إذن أعزائنا المشاهدين، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن. هذه القصيدة تقول: إن الشعر يشبه أن تعيش بغزة، إلى الشاعر المصري المعروف والكبير أحمد بخيت. نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. قلبي على الولد المضيء بهمه، قلبي على الولد المضيء بهمه، تتكبد الدنيا مشقة فهمه، القوه في جب وسبع سنابل في قلبه ادخر لشدة قومه. الشعر يشبه أن تعيش بغزة، لا طفل يرجع مرتين لأمه. الشعر يشبه أن تعيش بغزة، لا طفل يرجع مرتين لأمه. إنجيل مريم شال كل همومة تلقي بموساها الصليب ليمي. تسبيح فاطمة صلاة عيونها في الليل تحرس مزهرية نومي. أمس التفت له وفي أقصى دمي شجن يدثر ما شجاه بكمه. نيل خطاه قرى يرتل نخلها، سبحان من أسرى ويعرش باسمه. أمس التفت له وفي أقصى دمي شجن يدثر ما شجاه بكمه. نيل خطاه قرى يرتل نخلها، سبحان من أسرى ويعرش باسمه. شعب بوزن الأرض يعدل ميلها بإبائه إن عيرته بحيله. شعب بوزن الأرض يعدل ميلها بإبائه إن عيرته بحلمه. قمر على جسر الرصافة ألثغ تعلو القباب الأمهات للثمه. طفل بكعك العيد يرقد حافيا، جبريل نسر الغيم حارس يومه. وطني أئن حضن الشقيق شقيقه تتفجر الألغام لحظة ظنه. وطني أئن حضن الشقيق شقيقه تتفجر الألغام لحظة ظنه. كم من ملاك في سريرة شاعر طرق القصيد على الحديد برغمه. لمقاتل من بيت لحم خارج كهان روما يمكرون بلحمه. لمراهق في القدس تحت هراوة التلمود يحمي المعمدان بعظمه. لمفخخ بالحب قرب مضرع بالرعب يحرس بندقية وهمه. شكرا لهوميروس، شكرا لهوميروس، لا أعمى سوى من لا يرى في الضوء ظلمة ظلمه.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ومتواصلون معكم بعد هذه القصيدة الجميلة للشاعر المصري أحمد بخيت. ظل نسأل شاعرنا هنا في الأستوديو السيد محمد سامي العمر، هل فعلا الشعر يشبه أن تعيش بغزة، يشبه أن تعيش في سوريا؟ هل الشعر أيضا حزين ومستهدف ويتعرض إلى القصف أحيانا؟ الشعر العربي وخصوصا في هذا العصر يتعرض للكثير من الهانات والكثير من المؤامرات بطريقة أو بأخرى، من حيث أرادوا له أن يظهر بأثواب عديدة، ويتعرض للكثير من المضايقات الأدبية بسبب تعدد المدارس الأدبية الموجودة، فكل مدرسة تريد أن تثبت نفسها. نعم. وتعدد الآراء النقدية. هذا ما يؤثر على الشعر. طبعا الشعر اليوم يجب أن يكون حزين لأن الأمة حزينة. نعم. وهو حزين. دعنا نسهب في هذه الجزئية أستاذ محمد، يعني من الناحية الوجدانية، هل فعلا الشعر يشبه الذين يقطنون مكرهين في الخيام، يشبه المعذبين في غزة، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل مكان؟ هل فعلا الشعر يشبه آلام هؤلاء؟ باعتبار أن اللغة العربية هي لغة هؤلاء، فإن الحروف التي نكتب بها تئن من هذا الواقع، لأن الكتابة التي نكتبها نحن تنم من هذا الألم وتخرج من هذا الألم. لذلك نجد أن الشعر اليوم هو شعر حزين، شعر ينهمل منه الدموع، شعر يصرخ كأطفال غزة، كأطفال المخيمات في سوريا. الشعر القصائد جميعها للأسف اليوم في مخيمات تسمى مخيمات الشعر، تعيش ضمن الخيام، حتى أن بعض الكلمات تعيش على المعونات. يا الله. معونات من المعاني، هذه المعاني نستقيها من آلامنا ومن وجداننا. لذلك نجد المشهد الشعري العربي اليوم لا يستطيع أن ينطق إلا بلسان ضمير هذه الأمة، وضمير هذه الأمة اليوم هو جريح، ضمير هذه الأمة اليوم هو مريض. ونتمنى ونأمل أن يكون هناك ترياق لهذا المرض يعافي الشعر، لكن الشعر دائما سيبقى هو مرآة للواقع الاجتماعي. أحسنت. والواقع العربي. أحسنت. أذن الصبح أم ليس بعد؟ أذن الصبح. خذنا إلى قصيدتك حتى نتأكد من الأذان إذا كان فعلا رفع أم ليس بعد، تفضل. أذن الصبح. أذن الصبح فيا شام أفيقي، وكؤوس الذل والهون أريقي، آن للشمس بأن تخلع ثوبا لبسته في متاهات الرقيق. أشعلي أرواحنا شمعا، وحيكي من شغاف القلب حبلا للغريق، وانسجي من عبق الجرح نشيدا يوقظ الأجداث من واد سحيق. الله. واهتك يا شام أستار الليالي، وازرعي في مقلة الفجر طريقي. جعجعت 50 طاحونا، ولكن أمطرتنا بالدماء لا بالدقيق. قيدوا صوت العصافير وزجوا بخيوط الفجر في كهف النعيق. عاد نيرون، عاد نيرون، فيا شام استعدي، وأذيقيه كؤوسا من حريقي. صحت ومعتصماه اليوم هزت منبر النجم ولم يسمع شقيقي. الله.
صحت ومعتصماه اليوم هزت منبر النجم ولم يسمع شقيقي. سقطت أوراق من كان صديقا، لم يعد إلاك يا صوتي صديقي. كرة في ملعب الشطار صرنا نترامى من فريق لفريقي. كرة في ملعب الشطار صرنا نترامى من فريق لفريقي. حكم الأرض ابن يعقوب أميرا، حكم الأرض ابن يعقوب أميرا، بعد أن ألقوه في جب عميق. فاقرأ التاريخ يا نيرون، مهما أبحر البغي سيرمى في مضيقي. صيحة الأحرار رشاش ونبضي، طلقات في زفيري وشهيقي. فارت النور ولن يجديك مأوى، أعلن الطوفان ممزوجا بريقي. الله الله الله، جميل جميل، لا فضفوك. الآن لو أردنا أن نتحدث عن شعور الوحدة الذي يكتنف هذا النص، وشعور الشاعر ابن وطنه بخيبة أمل على ومن الواقع الذي يتعرض إليه أبناء جلدته، كيف يمكن لخيبة الأمل هذه أن تمحي وتتبدل إلى خيوط سعادة؟ إنه الفجر الذي لاح في الوطن العربي، فأذنت دمشق، أذنت دمشق، ولكن قاموا بوأد هذا النور الذي خرج. ومن هنا تجد معاناة الشاعر تخرج وتتفاعل مع الواقع. هذا الشعب الحر الذي خرج من أجل الحرية لم يجد من يسانده، لم يجد شقيقا له، لم يجد صديقا له إلا القلة، وللأسف. فلذلك عشنا هذه المعاناة، عاشت القصيدة المعاناة السورية. ولذلك كلنا في الهم شرق في النهاية، وكلنا نعيش المعاناة، كلنا في الهم شرق، وكلنا نعيش هذا الواقع المتردي. ولكن بما للفجر طعم آخر، وللفجر رمزية أخرى. وعندما يؤذن الفجر لابد للشمس أن تسطع، ولذلك يجب على الشام وسوريا أن تريق هذه الكؤوس، كؤوس الذل، وتنفض عنها هذا الغبار. لكنها ربما بحاجة إلى الأصدقاء أحياناً، أليس كذلك؟ ألا ترى معي أن الأصدقاء أحياناً يكونون طعنة علنية؟ فكرة الطعنة من خلف هذه أصبحت، يعني هناك من يسميها موضة قديمة. اليوم طعنة الأصدقاء أصبحت طعنة بالصدر ومباشرة، هل تتفق معي في ذلك؟ إنها طعنة الصديق، طعنة الصديق. كما قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. لذلك فالطعنة من حيث تستأمن تكون قوية وأشد ألما. كلما كان الطاعن صدرك قريبا أو أكثر قربا، كلما كان الألم أشد فتكا. أكيد. إلى الصديق إذن، خذنا إلى الصديق لنتعرف على طبيعة هذا الصديق. ربما كان صديقا وفيا ونحن ظلمناه. هو صديق، وكان بيني وبينه هذه القصيدة من العتاب ومن الهجاء. القصيدة تخبرنا، لا نريد أن نتعرف على القصة، وإنما نذهب إلى القصيدة ونستخلص منها ما نصل إليه نحن والسادة المشاهدون، تفضل. جرحت حبال الود في أعماقي، جرحت حبال الود في أعماقي، فلم التعجل يا أخي بفراقي؟ جعل النبي محمد له صاحبا، وأنا جعلتك صاحبا بوثاقي. إن الصداقة ليست اسما زائفا، كلا ولا غشا على الإطلاق. إن الصداقة مثل بدر في الدجى، تهدى به
وبنوره البراق. إن الصداقة مثل نهر جاري بين المروج بمائه الرقراق. لا تسكب السم الزعاف بمائه، حافظ عليه يكون كالترياق. أهديتني شوكا ونارا بعدما أهديتكم وردا على أطباقي. الله. وسقيتني كأس السموم بغفلة، لم أدر أنك يا خليل الساقي. أطرقت في رأسي وذابت صحوتي، وأطلت ثم أطلت في إطراقي، ورفعت كفي للإله مناجيا عند الصباح ولحظة الإفلاق. الله. فليحفظ الله الكريم بنفسه، فليحفظ الله الكريم بنفسه، وليهدي كل منافق أفاق. هل تتوقع أن يكون هناك هداية لهؤلاء؟ نحن ندعو ونتمنى لجميع الأصدقاء الذين يخونون والذين يطعنون على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات أن يهديهم الله. نعم. بعد فاصل قصير سنواصل جمال هذه القصائد. سيد محمد سامي العمر ضيفنا الشاعر السوري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نخرج إليه وإياكم الآن، ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ومتواصلون معكم في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن نذكركم أن ضيف حلقتنا هو ابن إدلب الكبيرة بأبنائها ابن سوريا التي لا تقبل القسمة إلا على أهلها، الشاعر محمد سامي العمر من سوريا. مجددا إلى الشعر يا محمد، تفضل، إلى القصيدة التي بين يديك. كتبت هذه القصيدة بعد الغزو الأمريكي للعراق، وأثناء العيد كذلك أقول فيها: عيد أتانا يحمل الأزهار، والحال فينا شتت الأفكار. عيد أتى، من أين أبدأ أمتي لأضيء في ليل الدجى أقمارا؟ من أين أبدأ والسنابل غضة، والأرض عطشى تطلب الأمطار؟ من أين أبدأ؟ من فلسطين التي سلبت قلوب الناس والأنظار، أم من بلاد الرافدين تئن من جيش أتاها يقطع الأمصار؟ أم من بلاد الرافدين؟ أم من بلاد الرافدين تئن من جيش أتاها يقطع الأمصار؟ ناديت يا طفل الحجارة إنني فيكم رأيت العزم والإصرار. ارفع يمينك أعلن الإعصار، واجعل ظلام البائسين نهارا. ارفع يمينك، ارفع يمينك أعلن الإعصار، واجعل ظلام البائسين نهارا. مزق خرائط مستبد ظالم
أضرم بعرش الظالمين النار. يا أهلنا في القدس، يا أهلنا في القدس يا رمز العرى، يا أهلنا في القدس يا رمز العلا، كنتم بعين المعتدي عوارا. يا رافعين الظلم عن أهل لنا، في أرض غزة كنتم أسوارا. إني أحييكم تحية ماجد، يا من رسمتم للخلود مسارا. إني أحييكم تحية ماجد، يا من رسمتم للخلود مسارا. ودخلتم باب الجنان شهادة، إن الإله يخلد الأبرار. فدماء أبطال الجهاد تظل في نبض الأبات تعلم الإيثار. الله. عيد أتى أهل العراق، فما أرى إلا جيوشا تقطع الأشجار. لو قاوم الجذع الجفاف لما مضى رجل الظلام يجرد المنشار. وسمعت في الفلوجة اليوم أذن بطشا وقتلا يهدمون الدار. الله يا أرض العراق أقولها، في يوم عيد أسمع الأخبار. وأرى على الشاشات صورة حاقد هدم البيوت على النساء وجارا. وأرى جيوش البغي تدخل مسجدا وتدك بيتا آمنا وجدارا. فتفتقت بالعنفوان قريحتي لتصيغ عن حال الردى أشعارا. الغرب جاء مكشرا عنا به، صرح العدالة في يديه انهارا. جاءوا لإصلاح البلاد بمكرهم، وعلى المقاصد يرفعون ستارا. نزلوا بلاد الرافدين بظلمهم، حول المساجد يضربون حصارا. زعموا بتحرير الشعوب سفاهة، كانوا بقتل الأبرياء تتارى. الله الله. زعموا بتحرير الشعوب سفاهة، كانوا بقتل الأبرياء تتارى. جاءوا ومن خلف المحيط بجيشهم بدماء يعرب أصبحوا تجارا. دخلوا بلاد الرافدين ليصلحوا، سقط القناع وأظهر الأسرار. جاءوا لنهب النفط من أرض بها كان الرشيد معلما مختارا. هم سيطروا في مجلس الأمن الذي يلغي قرارا أو يقر قرارا. خدعوك يا بغداد، كنت ضحية، دخلوا بيوتك عابثين سكارى. بغداد أخت القدس في زنزانة حبسوهما والعرب جد حيارى. بغداد يا دار السلام تحية، سأخيط شعري في يديك سوارا. بغداد يا أخت السلام تحية، سأخيط شعري في يديك سوارا وأنعم به من سوار. عادة ما أقول لن تقوم للأمة ثقافيا قائمة ما لم تصلح المشاهد الثقافية في 3 دول، وهي مصر، سوريا، العراق. حينما نريد، وربما تجاوزا أيضا، هناك من يرى باليمن أيضا امتداد لمشروع الأمة الثقافي العام. هذا المشهد الثقافي الذي يبصر الساسة، يبصر مختلف شرائح المجتمع الطريق إلى النور. سيد محمد، جرح العراق العميق الذي عشناه
هل يمكن أن ينسى يوما باعتقادك؟ كيف للأمة أن تكفر عن هذا الجرح؟ عشنا جرح العراقي مرتين. مرة عندما دخل المغول وقضى على الدولة العباسية، والمرة الثانية عندما دخل مغول الغرب ليقضي على الدولة العراقية الحديثة، العراق التي كانت البوابة الشرقية للوطن العربي وما زالت هي البوابة الشرقية. نعم. العراق هي القادسية، العراق هي معركة وذيقار. منذ جذور التاريخ كانت العراق وما زالت العراق في قادسية الأمس وقادسية اليوم. إذن لا تنسى، لا يمكن أن ننسى، لا يمكن أن ننسى جرح العراق. إذا نسينا أو إذا نسينا هولاكو وتيمور لانغ والمغول والتتار كيف قضوا على الدولة العباسية، يمكن لنا أن ننسى هذه الهجمة التي جاءت إلى العراق، لا يمكن أن ننسى. لكن يمكن أن نبني، يمكن أن نزرع الثقة، يمكن أن نعيد بناء هذه الأمة من جديد عن طريق العراق البوابة الشرقية وعن طريق كل الدول العربية إذا والشعوب العربية إذا ما وصلت إلى حد من الإدراك. لكن ألا ترى مع كثيرين ممن يرون أن مثلا من يقودون المشهد العراقي اليوم ما هم إلا صورة ناطقة بالعربية للمستعمر الأجنبي والاحتلال الأمريكي الذي يعني ظل فترة من الزمن لا بأس بها في العراق، ألا ترى أن أمثال هؤلاء وكما يرى كثيرون من العراقيين يرون أن ساستهم غير مستأمنين لا على حاضر ولا مستقبل العراق، ما الذي نحتاج إليه بالفعل؟ كانت المؤامرة على العراق خارجية وداخلية. الجوار العراقي هو السور للأمة العربية، لذلك كان الجيران يتآمرون عليها، وهذا التآمر منذ كسرى ومنذ ذي قار منذ الجاهلية، ولذلك كانت المملكة الفارسية تضع لها عملاء داخل العراق منذ الجاهلية، وفي العصر الحديث وضعت لها عملاء داخل العراق، وهذا الاختراق هو مرض داخلي خارجي، لابد يوماً أن يجتث هذا الورم. لكن العراق سيبقى أدوم من الطارئين الذين يمرون على مشهده، وأنت أكيد تنضم إلى أصحاب أو تقف إلى جوار أصحاب هذا الرأي سيد محمد، أليس كذلك؟ الأرض باقية والشعوب باقية، ومن يمر لقد مر على هذه الأرض الكثير من الغزاة والكثير من العملاء، لكنهم ذهبوا وبقيت العراق وبقيت الأمة وبقيت رموز الأمة وبقي الشعر أيضا. إلى قصيدة جديدة، تفضل أستاذ محمد. قصيدة صهيل الروح، تفضل. قلني حزين باح بالعبرات وتقطرت بأنينها كلماتي ومشى على جمر اللظى متخبطا أملي بإيقاعي من الآهات، والحلم أبحر في ظلام روايتي وتكسرت بين الصدى أصواتي، يا قصة نسجت بألوان النوى ركزت لواء الحزن في قسماتي. يا الله، ما للثواني قد تطاول ذيلها وقد ارتدت ثوبا من الساعات، ما للكواكب أوقفت جريانها وجثت على صدري بكل ثبات، والشمس قطعت الضفائر هاجرت تاهت بأوكار من الظلمات،
أسقيتها روحي ليومض خدها فتنكرت مطفية الوجنات. ناديتها فتطاولت ياء الندى حبلا على عنقي من الحلقات. ياء الندى في نقطتيك منيتي، شدي حبالك واعدمي شهقاتي. في جب يوسف أرتمي فتموت كل مزار الأحلام والبسمات. يا الله. في جب يوسف أرتمي فتموت كل مزارع الأحلام والبسمات. وسط الغياهب لا أرى سيارة تأتي لتعلن للعزيز نجاتي. وقميصي المصلوب سافر باكيا فبأي ذنب يرسمون شتاتي. يا الله. وبأي ذنب أحتسي كأس النوى، وبأي ذنب قطفت زهراتي. يا أيها الغول، يا أيها الغول الذي أسقيتني كأس السموم وقلت ماء فراتي، إني خرجت اليوم أحمل في يدي رأسي وأرفض أن تقيم وفاتي. فأنا الدمشقي الذي من راحتي شربت علوم الأرض ماء فراتي. وأنا الذي أطعمت كل حضارة أصماء فوق الأرض بعض فتاتي. وأنا الذي اقتدت النجوم، وأنا الذي اقتدت النجوم وصغتها لحنا يغنيه الزمان الآتي. طيرت أسراب الحمام قصائدا وبنيت عش الحب في شرفاتي. وجعلت من قلمي صليبا حاملا كل الخطايا من سهام رماتي. أستنشق الأشواك من ألم الورى، أستنشق الأشواك من ألم الورى وأبثها وردا على نفثاتي. سأظل أنزف بالبساتين التي سقيت من الآلام في جنباتي. فإذا صلبتم بوح روحي مرة فستنبت الكلمات فوق رفاتي. وإذا سفكتم دفق أقلامي سدى فسيصبح الشريان نهر دواتي. أمسي كيومي بالدموع مخضب جرح يسيل على جبين الآتي. أبحرت في موج الدموع فلم أجد شطا لأرمي فوقه مرساتي. وبحثت عن جزر الخلاص بزورق سئم الطريق بأعظم نخراتي. هرم وكف الموج يأكل لحمه والريح تعزف نغمة الأناتي. لكنني آنست نارا فامكثي يا روح علي أهتدي طرقاتي. وسمعت صوتا هز روحي غبطة فيه القداسة طيب النفحات. سنعيد مملكة الضياء لتزدهي بالحب بالأزهار بالبسمات. بالحب بالأزهار بالبسمات، ولا شك أن مستقبل الأمة سيكون حافلا بهذه السعادة المنتظرة والتي تترقبها الشعوب بوجدان صاف ومخلص وصادق. أكيد. الآن أود أن أسألك بطريقة مختلفة حول خمس كلمات السعادة. هي الترياق
لسموم الأيام. الأيام صفحات في كتاب نطويها. المعارف والأصدقاء ظلال نتفيأ تحتها عندما يشتد أو تشتد الحرارة. النظارة التي ترتديها الآن وسيلة فقط، وسيلة لا أكثر من ذلك، لا أكثر. إلى الكلمة الأخيرة، القصيدة. ماذا القصيدة؟ هي لوحة يرسمها الضمير بألوان الوجدان. نعم. على صفحات الأيام. إلى سوريا التي تحب وإدلب التي تنحدر منها شاعرنا محمد سامي العمر، ما هي رسالتك إلى سوريا؟ رسالة يسجلها التاريخ بما لا يزيد عن 40 ثانية. تفضل، ماذا عساك قائل؟ سوريا. نعم. حبيبتي سوريا، إن الفجر قادم والصبح قادم، ولا يضيرك ولا تضيرك هذه العواصف وهذه الأمطار، فإن الربيع قادم وسوف تعود الأرض مشرقة من جديد بأزهارها وفيئها وأنوار نجومها. سوف تعود سوريا، سوريا التاريخ، سوريا المستقبل، سوريا التي تنبض بعروق أبنائها. الابتسامة قادمة وإن كانت مؤجلة. إذن سيد محمد سامي العمر من سوريا، للأسف الوقت انتهى، وقت هذا اللقاء الجميل بجميل قصائدك ورقيق إجاباتك الوجدانية التي يعني فيها الكثير من الأمل والتمسك به دون أي تنازل عنه. للأسف وصلنا إلى الختام. ظل أن أشكرك لتشريفك لنا في بيت القصيد. أشكركم وأشكر القناة وأشكر الأستاذ مصطفى مطر على هذا اللقاء الثمين الذي تشرفت به، وعلى ما تقومون به من جهود من أجل إظهار الكلمة. وفي البدء كانت الكلمة، وهذا واجبنا. وفي البدء كانت الكلمة، ودائما الشعر يجمعنا والأوطان تتسع لنا جميعا. شكرا لك سيد محمد سامي العمر من سوريا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل سنكون أيضا رفقة شاعر شاب وتجربة مليئة بالحزن، لكن الأمل حاضر فيها ولا يمكن أن يزول. حتى ذلك الموعد، لكم مني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.